ضيفنا هلأ مشاهدينا هو مخرج سينمائي لبناني صاحب عدد من أهم الأعمال الروائية والثقافية. هو ضيفنا اليوم حتى يحكي عن آخر عمل له فيلم سينما، فيلم روائي طويل بعنوان Good Morning اللي انطلق هالأسبوع بصالة السينما اللبنانية. برحب بالمخرج بهيج حجاج، أهلا وسهلا فيك. شرفتنا ومبروك العمل الجديد Good Morning أو صباح الخير. هو ثالث فيلم روائي طويل لإلك، مستند عن قصة أو كتاب غير منشور للكاتب اللبناني الكبير الضعيف رشيد الضعيف، وهيدي مش أول مرة بتستعين أو بتستمد قصتك من رواية لإله من بعد فيلم زنار نار اللي مقتبس كمان عن قصة لرشيد الضعيف اللي اسمها المستبد. شو اللي بيجذبك لكتابة هالكاتب الكبير وشو اللي شدك لها القصة بالذات؟ الفيلم هو ادابتاسيون إذا بدك لسيناريو أوريجينال كتبه، قصة أوريجينال للفيلم مش قصة منشورة. ولكن استغربت لأنها غير منشورة. مش منشورة، هذه قصة انكتبت للفيلم. نعم. أعطاني إياها رشيد بالأساس وقريتها ولقيت فيها انه فيها العناصر انا كمان بتهمني، يعني في نوع من هيك الرؤيه المشتركه بيني وبينه لبعض الامور، ولقيت فيها كمان امكانيه انتاج معقوله لانه ممكن هي كلها بتصير بمكان واحد، ولقيت انه انتاج عمليه هينه لانه عمليه الانتاج كثير كثير صعبه. صحيح. بالنسبه لنا للسينما المستقله الجديه والجاده. هو اذا بدك نص انكتب للفيلم، بعدين المرحلة الثانية انكتب السيناريو هو وأنا كمان اشتغلنا بالسيناريو. يعني كان مشروع فيلم، القصة مشروع فيلم مشروع من البداية. مشروع فيلم، منا قصة للنشر. نعم. يعني أو يمكن تنشر بعدين بس إنه منا قصة للنشر. بينما الفيلم السابق اللي عملته زنار النار 2004 هو اقتباس لرواية لرشيد، يعني في رواية منشورة أخذتها منه، هذا الفرق. المستبد. المستبد نعم. بقى التعاون بينه وبين رشيد، يعني هالعملين بيناتهم في عمل عملته مستقل، يعني انا عملته اسمه شتي يديني، فيلم اسمه شتي يديني. صحيح، كمان رح يحصل على عدة جوائز رح نحكي عنه. عدة جوائز نعم، وانتشر كثير بالعالم وحتى بالعالم. نعم. العربي ولبنان. هيدا كان، لا هيدا عمل مستقل انا عملته. شو اللي بيميز نص رشيد الضعيف؟ سلاسته، بساطته، جديته؟ لا هو الاختزال والصواب، بيصيب دغري الموضوع بدون لتلتي وحكي كثير، يعني جمله جملتين ثلاثه الحوار خلص، يعني مختصر مفيد. مختصر مفيد اذا بدك، وهذا شيء كثير حلو بالسينما لانه الحوار هو جزء كبير من السيناريو ومن السينما خاصه. وهالحوار اجمالا بنشوف يعني كثير افلام في ضعف بالحوار، بضعف الفيلم، بينما هون الحوار عن جد من النقاط القوه بالفيلم. نعم. هو الحوار السلس والبسيط. صحيح. ولكن اللي بيتناول مواضيع جديه كثير بمجتمعنا. صح. خلينا نحكي شوي سيد بهيج عن قصه الفيلم. اثنين مسنين متقاعدين، واحد منهم طبيب والثاني جنرال متقاعد، بيلتقوا كل يوم بنفس المقهى، بيقعدوا على نفس الطاوله وبنفس المنظر قدامه، نفس الواجهة اللي هي واجهه زجاجيه، بيشوفوا فيها كل اللي عم بمروا على الطرقات وبيعلقوا على اللي عم بيصير خارج المقهى وداخل المقهى. خبرنا شوي اكثر. اهم شيء انه بيجوا هودي الرجلين المسنين على المقهى، بياخذوا الجرائد الموجوده. صح. بيقعدوا يحلوا كلمات متقاطعه بيعتبروا هالشيء هذا عمل، شغل ريتشوال لهم كمان، شغل انه نحن عم نشتغل. شو عم نشتغل؟ عم نشتغل نشغل ذاكرتنا. صح، تقويه الذاكره اللي هي ضروريه للمسنين. لا لا، لحتى تضل انه هن عندهم هالهوس، انه خوفا من الالزهايمرز يمكن كمان، من المواضيع اللي بتتناولوها فقدان الذاكره. يعني في كثير قصص بتصيب المسنين والغير مسنين كمان فينا نقول. بقى هيدا وهي الفيلم هو بمكان واحد يلي هو المقهى. الكاميرا ما بتخرج من هالمكان هيدا. وهو مثل بسموه بالفرنسي ويكلو، بس هالويكلو هو مفتوح لبرا، مش مسكر اربع حيطان، في واجهه كثير كبيره بتعطي الخارج. يعني عندنا ثلاثه مستويات بالفيلم، عندنا الخارج يلي بنشوفه من جوا، وعندنا الداخل المقهى يلي هو بيجوا المسنين عليه، والديمونسيون الثالثه هو شاشه التلفزيون الموجوده. نعم. يلي عم تبس الاخبار شو عم يصير بالعالم. نعم. ارهاب كذا وكذا. هيدا المستويات يعني ثلاث مواقع لاحداث هالفيلم محصوره بمكان واحد، اللي هي كمان بتشكل صعوبه بحد ذاتها وراح نحكي كيف. بدنا نشوف التريلر لهالفيلم وبدي احكي عن ابطاله. اوكي.
كل حرفين ود. جود مورنينغ غنوة. حلو اسمك، بيشبهك. بحكي لكم هالنكتة. اسمعوا هالنكتة. نكتة تالتة. يا مسيو. زلمة عمره 70 سنة عم بتخبر نكت؟ ممثلة مصرية. فتحية. ما بتسمع. رزقية. يا غنوة يا غرامي. يا دمعي يا ابتسامي. انت اي وحده بتتجوز؟ المحجبه اكيد امن. مرتك مش محجبه. نازح. ليبي، فلسطيني، يمني، يزيدي، سوري. نقي اللي بدك اياه. يلا ليش الطامين. نورا نورا يا نورا. ولا هيدا الفلسطيني اللي بيكتب شعر؟ لك 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 عيلي بكملها عدو لباين. حبيتك يا بنت بيروت، عبالي طعميك توت. اي متى؟ شاري جتان، شاري جتان. سي جنس سافي، سي فيياس بوفي. لك شي جنرال؟ رجلي اليمين ما عم تلبيني، ما عم فيني حركها مثل ما بدي. يا جماعة الهيئة في انفجار بالضاحية. شو؟ يا ريت في يدوب شنطتي وسافر. شي مطرح حلو ورايق بهالدنيا. كل شي بالآخر إلو آخر. منقوم؟ منقوم. مفهوم؟ مفهوم. منكون؟ منكون. مهزوم؟ كم درجة في من هون لتحت؟ هاو تلاتة، كاتر، سانك، أربعة، سيس، ويت، ناف، ديس، أونز، دوز، روز. حاجة تعد وراي ضيعت. قصة كتير حلوة. جود مورنينغ من بطولة جابرييل يمين وعادل شاهين اللي توفى من بعد التصوير وللأسف قبل عرض الفيلم. ليش تم اختيار هالاسمين بالذات لدوروا البطولة؟ لأنه أنا كان بدي ممثلين كبار شوي بالعمر ومش معلش بستعمل كلمة مش مستهلكين، يعني بالمعنى أنه ما بيمثلوا بطريقة ستيريوتيبية وغيره، وأسماء مخضرمة بالنهاية. نعم نعم، أسماء مخضرمة. بقى عادل شاهين الله يرحمه كان أستاذ بالفنون، هو دارس مسرح ببولونيا بالجامعة اللبنانية وبولونيا، وما كتير يعني بس خلص التعليم مثل انه تقعد انسحب قعد ببيته، ما فات كتير بتلفزيونات وغيره. نعم عم تشوف صورته على الشاشه. نعم نعم. من هون وقت قريت السيناريو انا شخصيه الجنرال متقاعد لقيتها كتير بتشبهه، لانه انا بعرفه قبل، بتشبهه لانه هو انسان كان مرح، بحب المرح، يخبر نكت، وعنده هيك طرافي وظرافي بشخصيته. قلت انا هيدي تمام مناسبه لشخصيته، يعني شخصيته الحقيقيه بتشبه الدور. ايه واخذته انا. نعم. انا ما بدي يمثل الدور، بدي يعيش الدور. وهو بالفعل يعني التطابق ما بين الممثل يلي هو عادل شاهين والشخصيه اللي هي بالفيلم كانت كثير. نعم. كثير متطابقه. جابرييل يمين اخذته لحرفيته لانه عنده حرفيه عاليه جدا، فظيع. ايه عنده حرفيه عاليه جدا. واكيد يعني شوي كبرناه لانه هو معمره كبير كثير. نعم. قدرنا كبرناه. وانا كان اهم شيء عندي انه هالتنين يكونوا متناسقين مع بعض، اذا ما في تناسق مع بعض ما بيمشي الحال. صحيح. وهيك كان هيك صار. كمان من ابطال الفيلم رودريغ سليمان ومايا داغر. نعم. في كتار من المشاهد بنشوف هالرجلين عم بيعملوا الريتشول اليوميه، تقليدهم اليومي اللي هي حل كلمات المتقاطعه بالصحيفه الورقيه، وكمان يعني بيتحدثوا بمواضيع كتير منوعة وبدل على ثقافتهم العالية. وبنفس الوقت في عنا شخصية رودريغ سليمان اللي بيلعب دور صحافي حديث ولكن بموقع إلكتروني. هل بطريقة ما عم تعلن الموت البطيء للصحيفة الورقية واستبدالها بالمواقع الإلكترونية؟ إذا بدك هيدي مش مقصودة، بس هيدي بتجي بسياق. نعم. الفيلم، لأنه أنا بلمح لقلو الفيلم. إيه لأنه عنا الجيل القديم إذا بدك المخضرم يلي كان
هو الجسر ما بين الماضي والحاضر يلي هن الاثنين المسنين، وعندنا جيل الشباب يعني عندنا ثلاث أجيال بالنهاية، عندنا المسنين، عندنا جيل متوسط 35 37 لل 40، وعندنا الصبية، يعني عندنا ثلاث أجيال موجودين سوا بهالفيلم بمكان واحد، وكل يوم موجودين، كل يوم بيجوا نفس الأشخاص، أكيد في ضيوف بتفوت وبتطلع بس هن موجودين على طول. هلا بالنسبة لل في مشهد واحد بيقول له عم تكتب أنت صحافي، بيقول له إيه، بيقول له أي جريدة، بيقول له جريدة إلكترونية، بيقول له ما بتهمنا إيدي لأنه ما فيها كلمات متقاطعة. بقى هون دغري بنفهم إنه عن جد إنه كيف العالم عم يتغير، عم ننتقل من الورق للإلكترونيك، عم ننتقل من عالم حقيقي واضح. حتى المشهد اللي بيشوفوه أمامهم بالإزاز، البناية الموجودة اللي هي مبنى تراثي كمان عم بتم هدمه ببطء، وعم بيشاهدوا على هالحدث وكأنه كمان عم بيودعوا شيء صحيح رح يفقدوه قريبا. صحيح، وهيدي قصة مثل الحياة كمان، يعني في رابط. صحيح، وهيدي قصة البناية، لأنه نحن وقت اللي جينا بدنا نصور لقينا أنه في ورشة طلعت بوجنا، كنا جاهزين. نعم، وما كنا نعرف شو بدنا نعمل. على القصة. نعم، فوتها بالقصة وعطيتها أخذ يعني أصبحت قصة حقيقية أكثر. سيد بهيج، بالرغم من جدية المواضيع اللي عم تطرحوها، يعني مواضيع من واقع مجتمعنا، واقع المسنين، الشيخوخة، البيئة، أمور كثيرة يعني بتشكل هم لإلنا، بنفس الوقت في نفحة كوميدية بالفيلم من الحوار بين الشخصيات، وخاصة عادل اللي عنده روح النكتة دائما بحب يحكي. صحيح. نكت. قديه برأيك هل النفحة الكوميدية عم تعمل توازن مع هالمواضيع الجدية اللي بتشكل هم كبير لإلنا؟ هو إذا بدك الرؤية الإخراجية والكتابة الفيلم كانت تستند على إذا بدك على روح على المرح الموجود على الحياة، يعني هالرجلين المسنين بعدهم مبسوطين عايشين، وكل يوم بيعيشوا زيادة بيقولوا كتر خير الله بعدنا طيبين. ومن هون انه ما حبينا ابدا نعالج موضوع الشيخوخه من ناحيه البؤس، من ناحيه الحزن. صح. من ناحيه انه نهايه الحياه، لا، انه فئه مهمشه بمجتمعنا اللي يعني للاسف هذا الواقع، بدون ميلودرام، بدون شيء، بالعكس بالحياه ذاتها، لانه بتشوفي المسنين اليوم عندهم حكمه وعندهم مرح. صحيح. وعندهم اكثر بكثير من الشباب، مثل ما لازم يكونوا، بركي هذا النموذج يعني اللي انت عم بتعرفه انه كيف لازم يكونوا. ايه، عندهم كرامتهم، عايشين بكرامتهم، أكيد عندهم هموم، ولكن يتفاعلوا مع العالم، يعني تفاعلوا مع الضيوف اللي بفوتوا على القهوة، وما زالهم أشخاص فعالين بالمجتمع بالرغم من أنهم تقاعدوا من مهنتهم. صحيح صحيح. بقى هون الجو المرح طاغي على خاصة الاسم الأول من الفيلم، وهذه شغلة كتير جديدة ومهمة، لأنه عم نحكي عن موضوع إذا بدك عادة يتناول بحزن أو بميلودراما او بس، نحن لا، بالعكس عم نطرح هالشيء بضمن جو مرح وفرح. نعم. وضع موسيقى الفيلم ابنك سامح جيج، وسام، قد ايه برايك الموسيقى كملت الاحداث اللي عم تقدمها الصوره؟ نعم. ومذكر انه الاحداث بتمرق ببطء من ناحيه الصوره، يعني هالفيلم ما في اكشن، ما في يعني مشاهد معقده، ما في مفاجات، قوته بسلسله حواره والنص وكمان العلاقه بين هالرجلين. صحيح. هو الفيلم يعني مجموعة تسلسل أحداث. نعم. أيام في 16 يوم، كل يوم ببلش الساعة 10 بيخلص الساعة 12، دائما بيجوا بهالوقت هيدا، وكل يوم له عنوان، يعني عملوا مثل شابترز. نعم. يعني هيدا الإيقاع تبع الفيلم. هلا بطيء، يمكن بطيء، بس البطء هو كمان شيء من بالسينما موجود بالحياة، البطء إذا أنت حسيتي بطيء بيكون في بطء، ولكن في كتير الناس اللي شافوه لحد هلا ما حسوا في بطء، لأنه هالإيقاع البطيء هو إذا بدك إيقاع الرجلين هودي، هو إيقاع، هذا إيقاع أو نمط حياتهم، نمط اللي وصلوا بهالعمر. وأهم شيء أنه اللي شافوا الفيلم لحد هلا عم يفوتوا بهالإيقاع هيدا، وعم يكونوا معهم، يعني عم كأنه عايشين معهم بهالإيقاع البطيء، ما ولا مرة حسوا أنه لا، أنه زهقنا، يعني في البطء، في فرق بين الزهق، واحد يزهق. نعم. والبطء
يعني صحيح. إذا واحد بيزهق ممكن فيلم أكشن ويروح له 130 أول دقيقة. وهون دور الموسيقى، أهمية الموسيقى أنه تحرك المشهد كمان. الموسيقى عملها وسام حجاج ابني اللي ساكن بفرنسا بيشتغل هنيك، مش لأنه ابني، لأنه وسام اشتغل على كذا فيلم بفرنسا، أفلام قصير وفيلم طويل وشيء للتلفزيون، واشتغل لي كمان موسيقى فيلم شتي يديني كان بعده مبلش بال لقيت انه هو قادر يالف موسيقى للصوره، لانه كثير مهمه الموسيقى. يعني في كثير موسيقى موسيقيين بارعين ولكن ما بيعرفوا يركبوا الموسيقى لفيلم معين. هو صار مثل اختصاصه هيدا، عنده القدره يشوف الفيلم ويلاقي الموسيقى المناسبه للفيلم، مش الموسيقى بحد ذاتها اللي بتكون للفيلم. من هون انه كان كثير مهم دور الموسيقى بالفيلم، اختيار الشخصي وكثير مهم الموسيقى لانه هي حامل الفيلم، هي عم تنقل من سيكونس لسيكونس، هي عم تاكد على ما اذا بدك او ترافق الاحداث، او ترافق بعض الاحداث بايقاع معين وايقاع يتغير من مشهد للثاني الى اخره. الناقد السينمائي يوليوس هاشم شبه هالفيلم بمشاهده غروب الشمس، شو تعليقك على هالكمال؟ وقال بالضبط: إذا كنت من اللي بيحبوا الجلوس على الشاطئ وتأمل البحر حتما عليك مشاهدة هالفيلم. حبيت كثير تعليقه ليوليوس وأنا بشكره، يعني لأنه هيك كثير شاعري، قال كلام كثير حلو، كثير كلام حلو. مزبوط مزبوط. يعني هو ليه عم يقول هيك؟ لأنه شروق غروب الشمس هاي المشي هو مرحلة، هو مرحلة من حياتي، مرحلة ذهبية إذا بدك، تأمل إنه عم تشوف الشمس، ما عم يصير شيء كتير مهم، بس في غروب الشمس شغلة كتير كبيرة وكتير جميلة. بقى يمكن هيدا إنه حس هو إذا بدك جمالية هالفيلم، بجمالية هالفيلم حس كأنه غروب شمس، أكيد هو يمكن عم يعني كمان غروب الحياة لهالمسنين، ولكن صورة شاعرية أنا برأيي بتعبر عن الفيلم، لأنه الفيلم عن جد في شاعرية كثير. هلا رح نترك الفيلم وعم نشعر بالأمل بنظرة إيجابية لهالمرحلة من الحياة؟ إيه طبعاً. طبعاً طبعاً، إنه ما رح أخبر كيف ينتهي الفيلم، ولكن إنه سياق الفيلم بحد ذاته هو سياق جميل وسهل وأيضاً متاح لكل الناس. يعني ما حدا يفكر إنه رح يفوت يشوف فيلم يكسر راسه فيه، لا مش هيدا بده، ولكن اكيد منه فيلم تجاري بالمعنى التجاري، انه انا ما بعمل افلام انترتينمنت بس فقط. انا بالنسبه لي العمل السينمائي هو عمل ثقافي، صح، هو عمل جدي ثقافي، من الافلام المستقله الجميله جدا. شكرا. المهم انه الناس بس تطلع من الصاله اول شيء تقول قضيت ساعه ونص محل انبسطت فيه وتمتعت بسبكتاكل معين بمشهد، وثانيا يضل في شيء براسها تفكر انه هالفيلم طرح علي اسئله، فتح على مسائل بتخلي الانسان يضل شوي براسه يفكر فيها يحس فيها. سيد بهيج حجاج، نحن بنشكرك على هالعمل، دائما اعمالك مميزه وتخلينا نفكر، وناطرين بحماس اعمالك الجديده. الفيلم جود مورنينغ او صباح الخير مستمر بصالات السينما اللبنانيه، واهلا وسهلا فيك، انبسطنا بالحديث معك. شكرا، شرفتنا. شكرا على استقبالكم. هيدي كانت حلقتنا لليوم مشاهدينا، بنعطيكم موعد جديد بكره الصبح مع لايف جديد، كونوا على الموعد، بنتمنى لكم بقيه نهار ممتع. باي باي.